الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد مرت معنا سابقا آية الكرسي، الله لا إله إلا هو. فالإله المعبود الذي يطاع بحق هو الله وليس غير الله، كائنا من كان الله هو الذي يطاع، لا صحابي ولا حتى الرسل. الرسول النبي عليه الصلاة والسلام نطيعه لأنه يبلغنا أمر الله، لا نطيعه على أننا عبيد له، حاشا. فجاءت بعد أن بين الله صفاته التي ينبغي أن يطيعه مخلوقاته ويعبدوه وحده لا شريك له، لا إله إلا هو. جاء بعدها أنه لا حاجة للإكراه في الدين، فالدين أمر موجود في النفس، كل إنسان في الوجود له دين. الدين الذي أنزله الله، عندما تعتقد أنك تطيع الله لأن هذا الأمر من عند الله، دينك دين الحق. أما عندما تطيع الأهواء والشهوات ولو تظاهرت أنك تعمل بأوامر الله، فليس هذا دين الحق. فمن يعتقد أنه لا ديني هو وما له علاقة بالدين، لا، كذب. ما له دين، يعني ما له دين نصراني، ما له دين يهودي، ما له دين من الإسلام، ولكنه له دين الشيطان. فربما يكون هذا أخطر على الإنسانية من غيره، مثل ما نراه من الطواغيت الآن الذين لا دين لهم أو يعتقدون بأنهم لا دينيون، وهم أشد خطرا على البشرية وعلى المسلمين من اليهود والنصارى والعياذ بالله تعالى. فالدين الحق يرتكز في القلب، لذلك إذا لم يرتكز الدين بالحق لا يمكن تركيزه بالإرهاب ولا بالقوة ولا بالإكراه. فديننا ليس ندخله في قلوب الناس بالإكراه، لأنه ما في شيء يدخل القلب بالإكراه، إنما ديننا دعوة، ندعو الناس إلى الله. فمن شاء كما جاء في سورة الكهف فليؤمن، ومن شاء فليكفر، إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقة. وهنا ربنا يقول لا إكراه في الدين. الإسلام عقد القلب على أمر الله والتحرر من العبودية لغير الله. فإذا انشرح الصدر لذلك وفهم المؤمن ذلك يشعر بالسعادة الحقيقية لأنه حر. أما إذا لم يفهم ذلك لا يمكن أن نكرهه بالإكراه فيصبح مؤمنا، يصبح منافقا، قد يستسلم لأمر الله ظاهرا ولكنه عدو لله ورسوله وعدو للمسلمين في الحقيقة. لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي. مرت معنا آية الكرسي من قبل، الرشاد اتباع الحق، اتباع ما أنزل الله، لأن الله هو خالقنا، هو قيوم السماوات والأرض، هو الذي يسير لك ما في جوفنا، هو الذي خلق لنا من نتزوجه ومن نأكله وما نشربه، خلق لكم ما في الأرض جميعا. هذا هو المعبود المطاع، هذا هو العليم الحكيم. أما غيره فمصالحه مقدمة على مصالحنا وإن ادعى غير ذلك. ولهذا الدين الحق هو الذي يستقر في القلب، لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي. فمن يكفر بالطاغوت، الطاغوت مشتق في لغة العرب والقرآن العربي من طغى يطغى، أي تجاوز الحد. الطاغوت المتجاوز للحد، الذي يسيطر على الناس ويتسلط عليهم، مثل الفراعنة، مثل المتسلطين. إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا، بده يسويها فرق، بعدين بتهم غيره أننا طائفيين، وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبنائهم. فمن كفر بهؤلاء الطواغيت جميعا، كلمة الطاغوت جنس كل معبود من دون الله، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، يؤمن بالله مو يؤمن الله موجود، كل الكفار والمسلمين بأمنوا الله موجود ولو أنكر بلسانه يعرف أنه في قوة هي لا تسيرهم، ولكن إيمان بالله أنه هو الخالق المالك الذي يستحق الطاعة وحده ولا عبودية لسوى. فمن يؤمن بالله ويكفر بالطاغوت فقد استمسك بالعروة الوثقى. العروة الحبل المتين، في مثل بيقولوا الغرقان بيتبت قشيه، اذا واحد راح يغرق بشوف قشه بمسكها بغطس معها. اما اذا امسك بحبل متين
يستطيع أن يتمسك بهذا الحبل ويخرج من هذا المأزق الذي فيه ويتخلص من الغرق. فمن يؤمن بالله فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله ربا مطاعا خالقا لا عبودية لسواه فقد استمسك بالعروة الوثقى، تمسك بالحبل المتين. ما هو الحبل المتين؟ كتاب الله. هذا الحبل المتين يوصل إلى الجنة، إلى النجاة. فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، يعني لا انقطاع لها. في حبل راح ينقطع، تمسكه طب بعد شوي، هذا حبل المخلوق. أما حبل الله المتين هو هذا القرآن، لا يمكن أن ينقطع، إنما يوصلك إلى مرضاة الله وإلى الجنة. فقد استمسك بالعروة الوثقى، تمسك بالحبل المتين الصحيح، لا انفصام لها، لا انقطاع لها، لا انكسار لها. والله سميع عليم، سميع لأقوالكم، عليم بأفعالكم، لا تخفى عليه خافية. عندما تفكر في نفسك أنك ترضي المخلوق وأنك كذا رضي ورضو عنك، أنت عم تعمل خير وأنت عم تجاهد وكذا، إذا كنت تعمل ذلك من أجل مصلحة أخرى أو لغير الله، فاعلم أن الناس لو لم يعلموا منك ذلك، لأن قلبك في الداخل ونفسيتك لا يطلع عليها أحد، ولكن الله خبير بما تعملون، عليم بذاتك. فأصلح نفسك وأطع الله بإخلاص لتكون عبوديتك لله، ولتكون متحررا من الرياء ومن مرضات غير الله، كما قال الله تعالى: والله ورسوله أحق أن يرضوه. المنافقون يرضون الناس وبيحلفوا الأيمان وبيعملوا كذا ويظهروا، ولكن لو علموا وفقهوا وفهموا أن الأمور بيد الله، وأن الله هو الذي خلق الخواطر في نفسك، فماذا تخفي عن الله؟ لا يخفى شيء. سيحاسبك الله على نيتك وعلى مقاصدك وعلى أهدافك. والله سميع لأقوالكم، عليم بأفعالكم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يسدد خطانا وأن يردنا إلى دينه ردا جميلا، والحمد لله رب العالمين.